بسم الله الرحمن الرحيم. خالد عبد المعطي، ائتلاف احرار التيار الاسلامي. احنا النهارده نزلنا الخميس ليله الجمعه ان شاء الله، نازلين ميدان التحرير زي ما هو قصادكم دلوقتي، نازلين باذن الله لجمعه تصحيح المسار اللي دعت ليها كل قوى الثوره. فاحنا ان شاء الله من ضمن قوى الثوره الاسلاميه اللي نزلت الميدان، مش عايزين نترك الميدان. الميدان فيه كل القوى المصرية الثورية اللي عايزة تغيير داخل مصر. بندعو كل التيارات الإسلامية، بندعو كل التيارات الإسلامية للنزول وعدم الانسياق وراء دعاوي سواء بعض المشايخ أو بعض الدعاة أو بعض قيادات الأحزاب اللي بتدعو أفرادها لعدم النزول إلى ميدان التحرير. فإحنا عايزين نقول لهم ميدان التحرير ضرورة هامة. ميدان التحرير من خلاله بيتم التغيير في السياسات الخاطئة والفاسدة سواء النظام السابق أو النظام الحالي. فإحنا عايزين نقول للجميع يعني ما ينسقوش وراء دعاوي التثبيط والقعود في البيوت وعدم الخروج وعدم النزول إلى الشارع وعدم توضيح مطالب المصريين بصفة عامة. فإحنا عايزين نقول لهم يا أخواننا بالله عليكم دي فرصة تاريخية ما تتركوهاش تضيع هباء بسبب السير وراء دعاوي بعض المشايخ وقيادات العمل الحزبي والأحزاب الإسلامية الجديدة. إحنا عايزين نكون عملنا خالص لله عز وجل أولا وأخيرا، عايزين يكون عملنا لصالح هذا البلد، عايزين يكون عملنا مفهوش أي مصلحة دنيوية بحتة. إحنا عايزين نازلين عشان مطالب الثورة الأساسية التي لم تتحقق حتى الآن. أول المستفيدين من الثورة هم الإسلاميين، هم اللي عانوا، هم اللي دخلوا السجون، هم اللي تعذبوا في مقر مباحث أمن الدولة، هم اللي شافوا جميع المآسي في طوال 30 عاما الماضية ومن قبلها. فإحنا عايزين دلوقتي بنقول يا أخوانا انزلوا، هي ده ميدان الحرية، هو ده ميدان تحقيق مطالب الشعب المصري. عايزين نقول مفيش تقاعس، لازم أن يكون في صدع بالحق زي ما إحنا عارفين أن نقول بالحق أينما كان، لا نخشى في الله لومة لائم. عايزين نقول أن احنا مستمرين في الثورة المصرية حتى تؤتي ثمرتها. احنا حتى الآن لم نشعر بتحقق أهداف الثورة، احنا حتى الآن بنشوف المحاكمات العسكرية شغالة. ممكن تطال الجميع المحاكمات العسكرية، ممكن أي واحد يتمسك ويروح محكمة عسكرية وياخد له حكم ويبقى في السجن الحربي، الجميع ممكن تطاله المحاكم العسكرية. فإحنا عايزين نقف وقفة بداية، مطلب عدم دخول المدنيين أي محاكم عسكرية أو محاكمتهم بالأحكام العسكرية، المحاكم العسكرية للعسكريين، المحاكم المدنية للمدنيين. فإحنا مش عايزين نقول العكس، النظام خلى رؤوس النظام السابق كلهم بقوا محاكم مدنية وخلى شباب الثورة محاكم عسكرية، وإنت كإسلامي معرض أنك تخش برضو المحاكم العسكرية دي. فمن الآن لو ما وقفناش هذه الوقفة لله ثم للوطن ولمصلحتك قبل كل شيء، هيرجع نفس الحكم المستبد وهيرجع نفس الحكم الظالم وهيرجع نفس الاستبداد مرة أخرى. فيبقى احنا عملنا ايه؟ احنا عايزين من الآن نبدأ التغيير، من الآن نقف وقفة واحدة مع جميع كل قوى الثورة، شباب أو أحزاب أو خلاف وجميع التيارات، ان احنا نقف وقفة واحدة على مطالب الثورة الاساسية بحيث ان احنا نصل الى تحقيقها، بحيث ان احنا نصل الى بلد نعيش فيه بسلام وامان وطمأنينة وحرية. بخلاف ذلك فلن يكون الا السجون مرة اخرى. نقول للاسلاميين اذا كنتوا اتفقتوا مع المجلس العسكري، على عدم النزول بأسباب وهي سواء لمصلحة شخصية أو لأسباب اقتنعتوا بيها أنتوا شايفينها في مصلحتكم، بنقول لهم لا، ده مش في مصلحة أولا ولا في مصلحة الدين ولا في مصلحة الوطن ولا في مصلحتكم الشخصية بعد كده. إنكم أنتوا اللي هتطلقوا بعد كده هذه الأحكام الظالمة، أنتوا اللي هتطلقوا بعد كده الفساد، أنتوا اللي هتطلقوا بعد كده السجون. فعايزين ننتبه لهذه المؤامرة، عايزين نعرف إن إحنا التطهير أولى من البناء. أنت عايز تبني على فساد؟ لا، إحنا عايزين نطهر الأول وبعد كده نبني على الإيه؟ على الصح وعلى الحق.
بخلاف ذلك فنسأل الله عز وجل التوفيق والتيسير، واحنا مع الثوره ومع اهداف الثوره حتى تحقيقها باذن الله.